نرى بعض الناس أثناء الصلاة يضع غترته تحت جبهته في السجود وهو في المسجد، فما الحكم؟ إذا كان له سبب أن الفراش أو المصلى ما هو بنظيف ويضع أو فيه رائحة كريهة ويضع غترته من أجل توقع، هذا ما في بس. أما إذا كان ما في سبب فيكره، يقولون يكره أن يخص جبهته بشيء دون سائر بدنه، لأن هذا شعار الشيعة، إلا إذا كان هناك سبب مثل حرارة أو شوك أو ما هو بنظيف المحل، ما هو بنظيف أو في رائحة كريهة. نعم، إذا كان له سبب صحيح فلا بأس.